دخول الاتفاق اليوم بعد الخسارة في نفق مظلم، حسابات معقدة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، هارد لك لنا ألف مبروك لنادي الاتحاد. يعني ما فات شيء، توقف يمدينا نعوض إن شاء الله الجاي، بقي لنا مبارتين، واحدة على أرضنا واحدة برا، وإن شاء الله إننا نعوض فيها إن شاء الله يا رب. محمد، إيش اللي صاير اليوم في الاتفاق؟ أي نعم هناك غيابات، ولكن أيضا حتى على صعيد الاتحاد غيابات كثيرة لم يستغلها الفريق الاتفاق اليوم. الاتفاق اليوم شبه ضايع في وسط الملعب، ما في وصول إلى المرمى بشكل واضح. لا والله يعني هو يعني وصلنا احنا كم كوره يعني، بس ما توفقنا فيها، والحمد لله يعني زي ما اقول لك هذه كره القدم، يعني ان شاء الله بالجاي نعوض. محمد، خليني اسالك في تقريبا لقطه حصلت في المباراه تقريبا مع الفاول اللي كان خارج المنطقه بينك وبين الكابتن رامون ارياس، ايش الحوار اللي صاير محمد؟ في توتر؟ لا بالعكس، يعني اللي بالملعب بالملعب، ومن طلعنا انتهت المباراه انتهى كل شيء، بالعكس ما صار شيء، يعني احنا اخوان بالملعب. محمد، خليني أسألك بصراحة، نهاية الموسم فيه توتر بالنسبة للاعبين، فيه ضغط عليكم كلاعبين، خصوصا أنه أنت كنت مطمن قبل أسبوعين أن التاسع العاشر أو الثامن، الآن أصبح الفرق بينك وبين الـ14 تقريبا 6 نقاط، شيء يخوف بالنسبة لكم؟ أكيد أنه شيء يخوف، بس الحمد لله أنا جاء توقف يعني بعد هزائم يعني نزمنا فيها، الحمد لله يعني التوقف إن شاء الله مدينا صح فيه، بالعكس نتوقف فترة طويلة ونعدل بأخطائنا، وإن شاء الله أنه المباراة الجاية نعدل كل شيء. يعني آخر سؤال، آخر سؤال ما طول عليك، الحديث عن محمد الكويكبي، رفض عرض الاتفاق، البقاء مع الاتفاق، الانتقال لنادي عاصمي، فين محمد من هذا كله؟ لك الحديث إن شاء الله. ما في شيء حتى الآن. لك الحديث حبيبي قلبي.